السلام عليكم. وقفه عائله المختطفين كل الخميس الاعتياديه. رانا في رمضان والحال شويه شتا، ومع هذا الامهات جاو حاضرين. واش اللي جابك الحجه اليوم؟ النو والصيام. انا جيت عليها كبدتي، راهي محروقه على ابني، راه مداوه، خلى بنته مولات 4 سنين، هاي عاد 27 سنه وتزوجت وما حضر لهاش، وانا كبدتي هاي محروقه، ما تحكم فينا لا نو لا شتا لا برد لا ثلج، قلوبنا محروقه. الله يحرق اللي حرقنا، الله يشوي اللي شوانا، الله ان شاء الله اولادهم ان شاء الله يصالوا كي اولادنا، ما خلاو الناس باه نعيشوا، راهو صايمين رمضان هنا على رياقنا، احنا مشويين مشويين، رانا مانا لا في السما لا في الارض، مادام ولادنا ما بانوش رانا ميتين، رانا ماناش من الحيين، ونوكلوا عليهم ربي وهذه. سبحان الله، يعطيك الصحة سيدة زابي. وانتي الحاجة على ما قعدتيش في دارك؟ برد برد نو نو. انا خشت على ولادي زوج صيام صيام ومفقودين، وراهم ولاد الشهيد، وما شهيد غير ربي سبحان الله. باباهم مات في الحركة، خوهم زاد توفى بعد 9 اشهر، راهو دازوني راه ولاد الشهيد، راه محطوق على ولادي زوج. نهار اللي راح لاقط فيه الزور هذا تهز من لابريش للطابله، ولا تهز من السانتيفي. نهار الاربعاء على 5:30 وانا تهز على 11:30. ما غلبتيش ما غلبتيش انت؟ ما نغلبش، نخرج برد صر حر، نخرج اي وقت. انا في عمري 76 سنه راني نخرج، راني ما نحملش الدار، مهبوله برا تبارك من وين نجري، الدار اللي خطات وقفت بعدي في الدار، انا نحملش، راني الحركة كي نجي نبكي في الليل في النهار، راني هبلت على ولادي، راني هبلت، راني عدت في الشارع نمشي ما على باليش خلاص، ما على باليش ولا رايحة، كنت تجي الطوموبيل تضحكني ما على باليش، ما على باليش أصلا، ما يخسرني لا البرد ولا الصر ولا صيام ولا والو، راني ولادي يقولوا لنا وين ديتيهم؟ يبانوا موتى ولا حيين، لا ميتين يقولوا لنا موتى ولا حيين، بينوها لنا، بينوهم وين راحوا. هادو احنا مسلمين وحنا خاوه، وتقولوا احنا يا خاوه خاوه، ما كانش خاوه خاوه، حرقتيونا شويتيونا، الله يشويكم دنيا واخره، ان شاء الله يقعد ولادكم كيما قعد ولادنا، اما كمش مسامحين لا دنيا لا الاخره، وحنا في العواشر نكرو عليكم ربي، سبحان الله ونعم الوكيل، سبحان الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، الله يجيب لكم ضربه ان شاء الله يا ربي في هذه رمضان، ان شاء الله. لا عاد قلتي رمضان ان شاء الله ما يلحقش عليكم العيد الصغير والعيد الكبير، يا ربي يا رحيم، لا مقبلين ربي وصايمين ربي سبحانه، ان شاء الله يا ربي. حاجة ثاني جيتي اليوم صايمه والبرد؟ انا جيت على جار بني، هزو بني، هزو خويا، هزو ولد سلفي، راني جيت على بني، راني ما نسيتوش خلاص، صار طول هاد البيت هادو عليه هزوهم، لقاو عندهم الكلاش، لقاو عندهم الموس، علاه تعنى عليه حتى هزو هاد الولاد هذا، راح مداو في حق باطل، راه مداو في حق باطل وظلموهم، راه مظلومين، يا ربي يا رب العالمين نكلوا عليهم ربي، يا ربي يا رب العالمين نكلوا عليهم ربي. امين. راهي راني كنت يتيمه، تربيت يتيمه وبنت شهيد، زاد الدولي بني، زاد الدولي بني، حربوني يحرقهم ربي ان شاء الله يا ربي. امين امين يا ربي. امين. حربونا يحرقهم ربي ان شاء الله. امين. ما نسامحوهم لا في الدنيا ولا في الاخيره. وعلاه ديتيه؟ لقيتي هاز موس، لقيتي هاز كلاش، اغسل بوليسي، اغسل جدار، علاه يعني هذا؟ منكر هذا منكر حمار، يا ربي يا رب العالمين جيبها في راسك ان شاء الله. امين. ان شاء الله يا ربي. نوكلوا عليهم ربي سبحانه. سبحانه. كاين الناس قاعدين يقولوا بلي الحكايه هذه من الماضي، وجا الوقت لازم تنساوها يعني. ما نساوهاش، ما ننساش حتى هذا الحق ولادي. ابدا ما ننساوش حق ولادي، ما ننساوش حق باباهم الحجبات. ما ننساوش، ما ننساوش حق ربي ان شاء الله. طول عمرهم طول عمرهم ربي ما رحمتهم، ينساهم ربي ما رحمتهم ان شاء الله. اللي كان هو السبب، اللي كان هو السبب تاع ولادنا ينساه ربي ما رحمتهم. امين. الله لا يعطيهم ولا يمنيهم. ينساه وما ينساش. امين. شوف كبدتو، لا كان ينساه هو ولاده ونساو حنايا. لا كان ينسى ولاده، حنا نساوهم. ما عند ربي ماش بنسينا، ما عند ربي. ما عند ربي. سبحانه.
ما ان شاء الله ربي يتقبل منكم وربي يثبتكم ان شاء الله وربي يظهر الحق وينتقم من هاد المجرمين الظلمه. امين. ولكن ما كانش عداله في الدنيا لكن ما لحقناش العداله في الدنيا اكيد راح نلحقوا عند العداله الالهيه. نعم. وعند الله تجتمع الخصوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. تحيه كامل الناس يتبعوا فينا خاصه سجناء الراي الاخوه المضربين كل تعاطف معاهم نقول لهم الله غالب. هذا واش نقدروا لكم ندعي لكم وربي يثبت الجميع. آمين. ربي يفرج عليكم وان شاء الله اللي عنده قضيه لازم يتبعها وهذا هو الهدف من الفيديو هذا. هاد السيدات راكم تشوفوا كبار في العمر كامل راهم ربع قرن اكثر من ربع قرن 27 28 سنه هما واقفين في الشارع بعد ما تعرضوا للضرب الاضطهاد وكل المعاملات السيئه سنوات فاتوا بقاو ثابتين. اللي عنده قضيه لازم يثبت عليها وقضيتنا اليوم هي قضيه الوطن والوطن لازم نضحيوا من اجله بكل بساطه لازم ندفعوا ضريبه هذا التغيير نكونوا مستعدين ان شاء الله بكل سلميه اكيد وبكل ثبات. رمضان كريم والسلام عليكم ورحمه الله.